ناس بتصلي ويتم ضربهم في الشارع. المناصب دي عمرها ما هتتمحي من مخيلة الشعب المصري. قريبين مني يعرفوا ان انا ما بقتش احب احضر هذا الوقت. لان الوقت ده بيفكرني باحلام ناس ماتت. خلي بني آدم يضرب بني آدم بالشكل ده؟ إيه اللي يفجر الوحشية؟ يعني مش مجرد إن هو بيقتلك، هو بيقتلك وبعدين يحرقك. الجرافات بتشتغل، قصف من فوق، فعلا حصل قصف للغازات والمواد من فوق، كانت بتشتعل بيها الخيم في نفس اللحظة. فوجئنا ان الضرب بقى مباشر على المستشفى بالقنابل المسيله للدموع، وابتدينا نحس ان في ضرب حوالينا قريب جدا على جدار المستشفى من بره. خرجت من المستشفى فوجئت ان هم بيولعوا في المستشفى.